الأب واستقبال الأب وهو جاي وتكريم الأب واحترام الأب وهكذا. في نقطة بعتوها لي مجموعة من الأولاد على خصوصا في سن المراهقة، موضوع التفاهم مع الأب ده بالذات. قولي ايه يا دكتورة، مفيش تفاهم، ولما نيجي نتكلم معاهم يتعصب كأن الأب حس بإهانة لما ابنه بيناقشه. يعني الفكر ده انا بتهيالي خلاص اندثر، يعني الفكر ده مش صح. وركزوا معايا في النقطه دي، نقطه لما ابنك يناقشك او بنتك تناقشك في موضوع 11 سنه 12 13 ده ايه حصلته، ايه ولا خبرته، او كبير والله في جامعه ومخلص، ولكن في نقاش وانت كأب بتاخد النقاش ده كانه نديه ليك او تقليل من شأنك او عدم ثقه. مع الولد هيفسرها يعني هو مش عايز يناقشني، يعني هو مش عايز يرد عليا. ما دي نقطه برده كارثه لكل اب وام يخلوا بالهم منها. يعني هو التربيه ايه غير حوار؟ التربيه ومش فرض وما فيهاش نوع من انواع السخريه او الاستهزاء. ولما ابنك يسالك على حاجه او يستفسر منك على حاجه، واجب عليك انك ترد عليه وتفهمه انت ليه خدت عنه الصوره دي، وليه بتوصمه الوصم ده، وليه بتقول له المشاعر دي. يعني انا يعني خلينا نتكلم يعني على الموضوع ده النهارده في استفاضه باذن الله، بس الساعه 9 هنتكلم على فتره المراقبه بصوره مكبره. لكن طبعا بر الاب ان احنا بنحط لاولادنا وعلى الاقل من سن 5 سنين هما طالعين، طبعا قبل كده بيبقى محاكاة وتقليد، لكن بعد كده بيبتدي ياخد سلوك ويبتدي سمت نفسه هو كشخص او كطفل او كانسان بيكون الفترة دي وتمام. طيب يبقى انا بقول لهم على موضوع البر ويطل استقبال الاب، البشاشة، الاحترام، الرد عليه، في مش بقى بابا بينادي لا لا لا، يعني الكلام ده. وطبعا الامر بيبقى مبادلة، انا لو عايز ابني يبرني انا كمان لازم ابر ابني. طيب دي نقطة مهمة جدا، يبقى عندي صلة رحم، بر الوالدين،